فايل علمي. بدايه بدي اشكر انسان وبارك لهم هاي السنه الثالثه، بالحقيقه هو حفل رائع جدا. وبدي انتشلكم شوي يعني من جو الموسيقى والشعر والاجواء الى الواقع قليلا. راح احكي لكم انا اليوم عن العلم الطبيعي، يعني الساينس في ال ممتاز. هلا راح نبدا من الواقع العالمي في العلم. هلا بالعالم في 536 بليون دولار عم تنصرف على البحث العلمي سنويا في كل العالم. ثلاث دول او ثلاث قطاعات هي امريكا واليابان والاتحاد الاوروبي كلياته بيستغلوا 417 بليون من هدول ال 536. طبعا بضل 114 بليون متوزعين على كل العالم. واحنا الوطن العربي بشكل مساحه كثير كبيره، لكن للاسف الوطن العربي بكلياته بس بيشارك 535 مليون عن بحث العلمي سنويا، اي ما يقل عن 1 بالألف. هلا مما يدعو للحزن اكثر انه دولة اسرائيل بتدفع تعطي راتب سنوي للباحث العلمي 162 ألف دولار. طبعا ميس عن 5 أضعاف أو 6 أضعاف المعدل في اي في الدول العربية. ما يدعو للحزن اكثر انه دولة اسرائيل اللي هي اقل من مساحة الوطن العربي ب 649 مرة، والناتج القومي تبعها اقل ب 11 مرة من الناتج القومي للدول العربية، بتشكل البحث العلمي تبع اسرائيل الدول العربيه المجتمعه كلياتها من البحر الى البحر بشكل اقل من انتاج نصف البحث العلمي تبع اسرائيل. مما يدعو للحزن ايضا انه مصر لوحدها 60% من علماء المصريين، كبار علماء المصريين موجودين في الولايات المتحده الامريكيه غير عن دول العالم، وفي اكثر من 1 مليون عالم عربي خارج الوطن العربي وبقدموا ابحاث علميه ممتازه جدا لكل دول العالم، اكثر من مليون مشخص. مما يدعو للحزن جدا انه الدول العربيه تنفق على البحث العلمي تقريبا بمعدل 1 دولار على الفرد بالسنه، مقارنه بامريكا اللي بتدفع 700 دولار على الفرد. ما يدعو للحزن ايضا انه كل الوطن العربي من البحر الى البحر مشاركات في براءات الاختراعات العالميه تساوي 1 بالعشرة بالمئة من براءات الاختراع المسجلة في العالم. وبشهادة أحمد زويل اللي هو من أكبر علماء العرب ممكن ندعيهم برضه في الخارج، حسب قراءاته وعينات ودراسات من عملها بقول لك عدد الأبحاث القوية فعليا اللي بينتجها الوطن العربي مقارنة بالمعتمدة خارجيا لا تشكل 3 بالألف بالمئة من الأبحاث اللي بتنشر عالميا. هلا هاي الدراسات محزنه جدا، وفعليا لما نطلع على الوضع العلمي عندنا في الاردن تحديدا مثلا، واللي احنا نعتبر دوله ناجحه مقارنه بغيرنا، تجد انه ما في اي توجه حقيقي للعلم اللي هو الساينس العلم الطبيعي. بالعكس حتى كل العلماء بتلاقيه كل طلاب المدارس طلاب الجامعات لقينا نحن نعبد الماده ونعبد العلم ونعبد العلامه و ما فيش اي اهتمام حقيقي في العلم اللي بينتج لي بحث علمي. من هذا الهم ومن هاي الرؤية طلعت فكرة فاي وبلشنا قبل كم من شهر، والحمد لله لقينا نكست حمزة لصنع لقينا يعني التقاء كثير كبير. وهم بلشت الفكرة من هذا الهم لأنه بلشنا انك تشتغل بهذا الشيء. هلا ليش احنا نعتقد فاي انه العلم مهم جدا؟ لأنه ببساطة العلم هو القوة الصامتة في هذا العالم. كيف يعني القوة الصامتة؟ احنا هلا امتنا هاي المدمرة تدمير كامل بحاجة إلى نهضة وبحاجة إلى قوة معينة. الدول فعليا تقاس بقوة البحث العلمي لديها مش بقوتها السياسية ولا بقوة أخرى، لأن البحث العلمي قوي بعطيني قوة اقتصادية وبعطيني قوة وحريات. نفس حمزة، فمن هون بلشت نحكي حملنا هذا الهم تقريبا بدأنا بفاي ونحكي لكم عن فاي شوي. نعم حمزة، هلا شو هو فاي؟ فاي ببساطة هو نادي علمي شبابي مستقل غير ربحي موجود في عمان، بنعمل لقاءات عملنا الرئيسي على شكل ورشات علمية هلا رح نحكي لكم عنها، وطبعا العمل الالكتروني وعلى صفحتنا على فيسبوك وعلى تويتر، ولقاءات علمية أنشطتنا ندخل فيها على السريع معنا شوية. أول بدأنا
بدأنا أول ورشة، كانت ورشة عن الستيم سيلز، كانت بشهر 4، بلشنا احنا 22/3، بشهر 4 كانت أول ورشة، كانت مع الدعوة مع الدكتورة الرائعة جدا رانيا دجاني، وكانت عن الخلايا الجذعية وآخر التطورات. واستغربنا إنه من أول ورشة كان في انفجار كتير بالعدد، مع إنه احنا يعني لسه عندنا ناس متابعين أصلا، وبتلاقي صار عدد على الفيسبوك 300 وأكثر من أول ورشة، تمام؟ وطبعا بيجي طبعا 60-70 واحد، فكان يعني دايم شجاع جدا. بلشنا نبعد عن مستعين في البدء، اذا خلص دور الدكاتره والهاي بدناش نستعين فيهم، شفنا انه القوه الشبابيه عندنا كثير هائله جدا، وعن جد الشاب المتفرغ في جامعته لو بحط قضيه في راسه راح يعمل عليها باتقان كثير اكبر من اي دكتور. بدانا من هنا، كانت ورشتنا الثانيه عن نظريه التطور والكل المنافسات اللي بتصير حواليها والطوش بتصير حواليها، فحبينا نعطي تأسيس علمي حقيقي للقضية. فكنا جهد طلابي وإحنا باحثين بالقضية من زمان واشتغلنا عليها، وكانت الحمد لله حققت نجاح كبير من أول مرة. يعني أول مرة كان أجعن أول 50-60 واحد، وردينا عدناها بالتعاون مع نادي في كلية الطب في الجامعة الأردنية، وكانت شيء جميل. نيكس هامزة، وهي بتلاقي صور من الورشة، عمل طلابي هاي وهي الناس تحت، بس مش بين انه كيف كانت شيء كثير جميل. الحمد لله كانت رده الفعل لطيفه. انطلقنا من ورشه التطور لبلشنا نشتغل اجى رمضان، وبلشنا نشتغل على العمل الالكتروني اكثر. عملنا مسابقتين ورا بعض، واحده الكترونيه وواحده على ارض الواقع. المسابقه الالكترونيه كانت بشهر رمضان، كان كل يوم واحد الفريق يشتغل على سؤال كامل. كان الهدف من المسابقه مش انه بس نعطي سؤال من الملعب الذري بعنصر الفلور مثلا هيك اسئله، لا، اسئله بتحتاج اكثر من خطوه، بحاجه يحل بازلز، بحاجه يعمل اكثر من خطوات من هو يحلهم عشان يوصل للجواب. وكانت مسابقه كثير شديده، شارك فيها اكثر من 90 مشارك اونلاين، كانت كثير جميله ورائعه وتنافسيه. عملنا بعديها مسابقه، خلص رمضان بلش العيد، عملنا مسابقه بالعيد. نكست تعبان حمزة. طيب كانت عملنا ساينس هانت زي اي تريجر هانت اللي بتعرفوها. كان رحنا على حدائق الحسين وعملنا 10، كان في 10 افرقاء وكان في 16 محطه ومغلفات، بيركضوا على محطه معينه، بعطيهم لغز علمي، بيركضوا على المحطه الثانيه وهكذا. كان في بعض المصاعب والافرقاء تشوه شوي من الشمس، واحنا كنا متعمقين اصلا تعرفهم، طلعناهم فوق تحت فوق تحت، بس بشكل عام كانت اجواء كثير حلوه وانبسطنا كلنا مع بعض. رجعنا للورشات طبعا، وهي لا تتوقف عمل الورشات، العمل الرئيسي للنادي. اشتغلنا بعديها ورشه عن الدماغ البشري واسرار الدماغ البشري، كانت هاي الورشه قريبا جدا، يعني كانت في 23/8، والحمد لله لقت يعني هيك يعني وصل عدد جوينج على فيسبوك اكثر من 650، وحضرها اكثر من 150 شخص، وكانت هيك كثير كثيفه جدا وغريبه جدا. فيعني الحمد لله استفدنا، كانت حلوه هاي الورشه. طبعا راح تنعاد قريبا لانه كثير طلب عليها، فان شاء الله راح نعيدها ايضا. كله عمل طلابي جامعي بس بيحبوا العلم وبيشتغلوا عليه. هون خلصنا هذا شغلنا، راح نحكي لكم عن ايش في عندنا اعمال مستقبليه قريبه. عندنا ان شاء الله الخميس القادم في الحديقه الالفيه راح نعرض فيلم كرييشن ونناقشه، للفيلم طبعا بيروي حياه تشارلز داروين والقصة كتابه اصل الانواع، ويكون طبعا الفيلم كثير خرافي ودراما وهيك، فحلو انكم تيجوا وتشاركونا فيه الخميس هذا ان شاء الله الساعه 3 في الحديقه الالفيه. اللي ما بلح يحضر فيلم البيت ويجي النقاش على 5 تقريبا. عندنا كمان انشطه قادمه محطوطه ضمن الخطه، احنا يعني ندخل كثير انشطه، بس هذا ضمن الخطه عندنا، انه في ان شاء الله حيكون ب4/10 ورشه عن الفيزياء وعن الكوزمولوجي وعن هاي العلوم كلياتها. اللي بيحبها واللي ما بيحب الفيزياء يجي، مشان ان شاء الله يقدر يحب الفيزياء، لانه